إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التهاب السحايا. طبعا النخاع الشوكي ممكن يحصل له بعض الأمراض مثل التهاب السحايا، وهو عبارة عن التهاب أو عدوى تصيب الأنسجة المحيطة بالدماغ السحايا. بالنسبة للمراهقين والبالغين تكون الأعراض الرئيسية هي الصداع والحمى وتصلب الرقبة. أيضا بالنسبة للأطفال الصغار قد تظهر عليهم أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا أو التهيج الشديد في الجسم بشكل عام. وأيضا التهاب السحايا الفيروس يكون عادة خفيفا في العادة، ولكن التهاب السحايا البكتيري يكون أكثر شدة وتكون له عواقب وخيمة إذا لم يتم علاجه بسرعة. طبعا يتوفر هناك عدد من اللقاحات لمنع بعض المسببات البكتيرية لمرض التهاب السحايا. طبعا التهاب السحايا خطير جدا على المخ، ممكن يسبب أمراض كثيرة للمخ، ممكن يسبب التهاب في القدة الدرقية واضطرابات في النوم وألم وصداع قوي جدا جدا جدا. وأيضا ممكن تكون وأغلب الناس التي تستخدم مهبطات لجهاز المناعة نسبة احتمال الإصابة بهذا المرض نسبة كبيرة جدا، لأن جهاز المناعة يهبط جهاز المناعة والبكتيريا الموجودة في الجسم تهجم على الجسم بشكل عام وتهجم على المخ، مما يسبب هجوم كامل وكاسح على الأنسجة المخية الحيوية أو النخاع الشوكي أيضا. يعني صراحة من الضروري عدم استخدام مهبطات جهاز المناعة لأنه يسبب أمراض كثيرة جدا، أحدها التهاب السحايا انتشار هذا المرض. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.